من جديد بعد عودتها من كأس العالم وبعد مسؤوليتها عن صفر المونديال تاني برضو. وبعد مسؤوليتها عن الهزيمة في كأس العالم حسب تعليقات البعض، ربما تم تحميل فيفا عبده الكثير من المسؤولية. صحيح في وفد من الفنانين، وفد من الشخصيات العامة، لكن البعض تعامل مع صفرهم على أنه بمثابة إلهاء للاعبين، أن كان يجب تسفير بعض الشباب المتفوقين، شباب المخترعين أفضل. كان في وجهات نظر مختلفة، لكن كمان كان البعض بدأ ياخد القضية باتجاه إهانة الفنانين، وكأن الفنان هنا لا يصلح أن يكون ممثلا أو وجهة لمصر في هذه المناسبات. خلينا قبل ما أكمل النقاش مع الفنانة فيفي عبده، معايا الفنان الكبير الأستاذ عادل إمام. يا أستاذ عادل، أهلا بيك. اهلا يا وائل، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك استاذ عادل، سعداء دايما بسماع صوتك ومفيش صخب اهوت خالص النهارده. مفيش ايه؟ انا اسف على الصخب اللي فات، كان نفسي نستمتع طبعا، بس انت قلت الحقيقه المفيد في هذه القضيه يعني. اتفضل. انا تحياتي بس للسيده الفنانه فيفي عبده. متشكرة يا أستاذ عادل، كتر ألف خيرك وأنت منور وربنا يكرمك ويديك الصحة والعافية ويخليك لينا يا رب. عايز أقول لك إن العمل الإنساني والعمل الاجتماعي ده شيء عظيم، واللي أنت عملتيه شيء كويس أوي. حاجة تانية كمان اللي ما ننساش، ألو؟ أنا سامعك يا أستاذ عادل، اتفضل. في أوائل ثورة يوليو، السيدة تحية كاريوكا الفنانة الكبيرة العظيمة قادت قطار الرحمة اللي كان بيمشي في الصعيد وفي المراكز. كان مشروع اجتماعي جميل عملته فنانة كبيرة وراقصة كبيرة، تحية كاريوكا. اللي انت بتعمليه ده لا يزيد ليك مطلقا يا فندم. يا رب يخليك يا استاذ عادل، الله يخليك. اصل مظلومة والله، ولا عملت اي حاجة يعني، غير ان انا اتعزمت ورحت. عملت ايه غلط يعني؟ ما اعرفش، مش عارفه. بقولوا اللعيبه ما ركزتش يا استاذ عادل. طبعا انا بيني وبينك لو بلعب كوره يعني لازم ابص لفيفا عبده يعني. والله هو ما حدش شافني يا استاذ عادل. اولا تحياتي لكل لعيبه الكوره المصريين، وكتر الف خيرهم وهم على راسي، وانا كان نفسي اشوفهم على الطبيعه ونقول لهم ربنا يخليكم لينا، وبيتعبوا وبيجروا جري كتير قوي في الاستاد. والله انا اشفقت عليهم من جريهم والله، وبالذات محمد صلاح وهو مصاب وعمال بيجري على اخر سرعه في الملعب. كان بالنسبه لي انا اول مره اشوف ماتش كوره. بس لا ايه ما دام فيفي، معلش. الو. أيوة. اتفضل يا استاذ عادل، سامعينك، اتفضل. لا الكلام ده بقى تريه في الاسم حضرتك. طب اقول ايه هنا دلوقتي مع وائل الابراشي؟ قاعدين يذبحوكي، مش عارف ايه يعني، في ايه؟ مش عارف. استاذ عادل هنا يعني شفت التعليقات شويه على يعني فكره سفر وفد من الفنانين، البعض تعامل مع ده بان ده ليس لائقا او مناسبا يعني. بقول لك يا وائل، مدام تحيه كاريوكا الفنانة العظيمه كانت على راس قطار الرحمه في اوائل ثوره يوليو. وعمل الشغل جميل قوي يعني الحقيقة. طبعا جمعوا هي وعدد كبير من الفنانين والفنانات، فريق او تشجع فريق كوره، وهي يعني هي ما بتحبش الكوره كمان، انما هي الدافع الوطني جواها هو اللي خلاها تعمل كده. هو ده والله. طيب مش جايز ده يا استاذ عادل، خلينا ناقش معاك ده. مش حكايه كاس العالم، في تراكمات ضد الفنانين شويه يعني، جايز ان يكون في احيانا بعض القضايا المختلفه والمتعدده اللي ملهاش علاقه بكاس العالم، لكن في تراكمات نفسيه عند البعض كده اول ما يشوف الفنانين يتصدرون المشهد في مناسبات. هو ممنوع الفنانين يشجعوا منتخبهم او يروحوا يتفرجوا على الماتش بتاعهم؟ لا طبعا مش ممنوع. ممنوع، ما هو ده. لا ده بالعكس، قطاعات المجتمع كلها يجب تكون موجوده. والفنانين عملوا كده من نازع وطني، من حبهم لبلدهم، من حبهم لوطنهم. يعني هم اللي رايحين ياخدوا فلوس ولا رايحين لا.
كمان يعني. ده احنا رحنا ذبحونا ورجعنا. مش فاهم ايه اللي عملناه، ما عملناش حاجه. طيب. ولا يهمك يا مدام فيفي. بس كان في يا استاذ عادل غضب شويه ملوش علاقه، يعني غضب ناس بسيطه شويه. هو احنا ليه باعتين الفنانين؟ وده الحقيقه يعني. هو ما حدش باعتهم، هم اللي راحوا. لا يعني هم راحوا ولكن بدعوة من جهة ما يعني. طيب وماله؟ ما انت شايف ان في تراكمات نفسية جايز موجودة عند الناس باتجاه بعض الفنانين، تراكمات حوادث سابقة، عندهم احساس ان الفنان ده اسلوب بتاع التسلية. احيانا بسمع ده من بعض التعليقات يعني. أنا شايف انتماء نفسي سايكوباتي انتولوجي سايكولوجي فاسيولوجي اند انتميشن ساينس اوف اديكيشن ان نايت داي. بس أنت لخصت الحكاية. هو ده السبب. أنا هو ده السبب. أنا مش فاهم. طيب يا أستاذ عادل ألف شكر. أستاذ عادل. نعم يا حبيبي. يا أستاذ عادل. ايوه فندم. يعني انت رفعت معنوياتنا النهارده، ربنا يكرمك ويخليك. دعمك هو كده دعم. لا لا لا، ده هو دعم بلده ودعم فنه، لانه ده هو ده القدوه. واحد زي استاذ عادل امام ده قدوه ده للفنانين. طبعًا مش عاوزه كلام. زعيم طبعا. يعني ربنا يخليك لينا. يعني شوفي اهم ميزه هو في الحلقه. على فكره عايز اقول لك بناتك اصحاب ساره بنتي يا حبيبي، ربنا يخليهم لبعض ان شاء الله دايما يا رب. انت عظيم وولادك. يعني مش هي المسؤوله عن صفر المونديال يا استاذ عادل؟ يا راجل احنا هنهزر. ما تعمل تحليل كده شوف ايه السبب. يعني يا كوبر وفيفا عبده. كوبر وسابوا اللعيبه وسابوا هي فيفا عبده السبب في صفر. لا لا، كوبر وفيفا عبده. هو احنا وصلنا للدرجات يا واد؟ انت شايف في مبالغه شديده يا راجل. ده مش كان فارغ بقى. هزر. ماشي يا استاذ عادل. حبيبي ربنا يخليك لينا يا رب شكر. ودايما منور كده. خلي لك ولادك ويخلي ولادي ويخلي ولادي الناس كلها يا رب. اديك الصحه والعافيه. جالك دعم الزعيم اهو. يعني ده كرم من عند الله. يعني وانا بحيي لعيبتي اللعيبه المصريين كل اللي بيلعبوا في كل انحاء مصر. بقول لهم انتوا على راسي من فوق، والكوره مكسب وخساره.